مرحبا جميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة. في تحليل وتوقعات مباريات يوم السبت، اخترت 7 مباريات. أول مقابلة الدوري الإنجليزي الشامبيونشيب، الجولة 46، ليستر سيتي يصعب الفريق بلاك بيرن. ترتيب النادي ليستر سيتي في الرتبة الأولى 97 نقطة، فريق بلاك بيرن في الرتبة 19 50 نقطة، مناصفة مع فريق شيفيلد. آخر مواجهة جمعت ما بين ناديين انتهت لصالح ليستر الانتصار 4-1 خارج الميدان. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، فريق بلاك بيرن حقق تعادلين هزيمتين انتصار، آخر لقاء تعادل داخل الديار أمام كونفونتري 0-0. فريق ليستر آخر 5 مقابلات حقق 3 انتصارات هزيمتين، آخر لقاء الانتصار خارج الميدان أمام بريستون 3-0. أفضل توقعين للمقابلة، أرشح ليستر الانتصار مع إمكانية كذلك أوفر 2.5، أي اللقاء يشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر. هما أفضل توقعين للمواجهة. المقابلة الثانية، الدوري الإنجليزي البريمير ليج، الجولة 36، شيفيلد يونايتد يصعب الفريق نوتنغهام فوريست. ترتيب الناديان شيفيلد يونايتد في الرتبة الأخيرة 16 نقطة، نوتنغهام فوريست في الرتبة 17 26 نقطة، مناصفة مع لوتون تاون. آخر لقاء جمع ما بين ناديان انتهى لصالح نوتنغهام فوريست الانتصار 2-1 داخل الميدان. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، نوتنغهام حقق 3 هزائم تعادل انتصار، آخر لقاء لازمة داخل الميدان أمام مانشستر سيتي 2-0. شيفيلد يونايتد آخر 5 مقابلات 4 هزائم تعادل، آخر لقاء لازمة خارج الديار أمام نيوكاستل 5-1. أفضل توقع للقاء، أرشح نوتنغهام فوريست الانتصار وتحقيق 3 نقاط خارج الميدان. المقابلة الثالثة، الدوري الفنلندي الدرجة الأولى هيلسينكي صعب الفريق إيكاناس. أفضل توقع للمقابلة، عدد الركنيات أوفر 9.5، أي اللقاء يشهد تنفيذ 10 ركنيات أو أكثر. المقابلة الرابعة، سيلتيك أمام هيرتز، مرحلة البلاي أوف للدوري الاسكتلندي. أفضل توقع للمواجهة، عدد الركنيات أوفر 9.5، أي اللقاء كذلك يشهد تنفيذ 10 ركنيات أو أكثر. المقابلة الخامسة، الدوري التونسي مرحلة البلاي أوف، النجم الساحلي صعب الفريق المنستير. ترتيب الناديان، النجم الساحلي في الرتبة الرابعة 7 نقاط، المنسير في الرتبة الثانية 8 نقاط. آخر لقاء جمع الناديان انتهى بالتعادل السلبي 0-0. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، المنسير حقق تعادلين انتصارين وهزيمة، آخر لقاء تعادل أمام الملعب التونسي خارج الميدان 0-0. فريق النجم الساحلي آخر 5 مقابلات انتصار 3 تعادلات هزيمة، آخر لقاء تعادل سلبيا أمام النادي الإفريقي 0-0 داخل الميدان. أفضل توقع للمواجهة، تعادل في الشوط الأول، هذا هو أفضل توقع للقاء النجم الساحلي ومنسير. المقابلة السادسة، الدوري الألماني البوندسليغا الجولة 32، FC كولن يصعب الفريق فرايبورغ. ترتيب الناديان، كولن في الرتبة 17 23 نقطة، فرايبورغ في الرتبة 8 40 نقطة، مناصفة مع فريق هوفنهايم بنفس عدد النقاط. آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت لصالح فرايبورغ بثنائية 0 داخل الميدان. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي، فريق فرايبورغ حقق هزيمتين انتصارين تعادل، آخر لقاء الهزيمة داخل الديار أمام فولسبورغ 2-1. فريق كولن آخر 5 مقابلات حقق تعادلين انتصار هزيمتين، آخر لقاء تعادل خارج الديار أمام ماينز 1-1. أفضل توقع للمواجهة، أرشح فرايبورغ الانتصار خارج الميدان.
المقابلة 27 الدوري الإسباني لا ليغا الجولة 34، مايوركا يصعب الفريق أتلتيكو مدريد. ترتيب الناديان: مايوركا في الرتبة 16 32 نقطة، أتلتيكو مدريد في الرتبة 64 نقطة. آخر لقاء جمع الناديان جالي صالح أتلتيكو مدريد هدف مقابل 0 داخل الديار. الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي: أتلتيكو مدريد حقق 3 انتصارات هزيمتين، آخر لقاء الانتصار أمام أتلتيكو بيلباو داخل الميدان 3 مقابل هدف واحد. فريق مايوركا آخر 5 مقابلات حقق تعادلين 3 هزائم، آخر لقاء تعادل خارج الميدان أمام قاديس هدف مقابل هدف. أفضل توقع للمواجهة: أرشح أتلتيكو مدريد الانتصار خارج الميدان. هذا الأصدقاء متوقعاتي وتحليلي لسبع لقاءات يوم السبت، حظ موفق للجميع.